السعداء حضورنا فرع زيو. كنسمعوا على ناس زيو كل خير. حاضر معنا السيد رئيس المكتب المركزي لجمعية عصافير السلام، وعفو ربي رئيس جمعية عصافير السلام فرع بركان. جينا اليوم زيو لأن عرفنا أن الإقليم يعني في تطور وفي نماء، وما نتمناو أن الفرع ديال زيو إن شاء الله ديال عصافير السلام نتمنى أنه يشدوا فيه الجمعيات الأخرى، كما كنعرفوا هنايا الإخوان ديال منظمة السنابل الوطنية اللي عندنا معاهم علاقة زوينة في وجدة وأيضا في بركان، كنشتغلوا في إطار برامج مشتركة لا في المخيمات الصيفية ولا في الأنشطة السنوية، وكذلك منظمة الطلائع أيضا الإخوان ديالنا اللي كنشاركهم في جميع الأنشطة السنوية. لكن الفرع ديال جمعية عصافير السلام عنده واحد ميزة على أساس أنه مختص في الطفولة، الأهداف ديالو كلها مختصة في الطفولة، وأيضا تأطير المؤطرين اللي غادي يقبلوا هاد الأطفال هذا. كتهتم بالطفل اليتيم والطفل المعاق، هذا هو اللي خلانا حتى حنا فرع بركان على أساس أننا نجيبوا الفرع للمدينة ونأسسوه، والحمد لله. غير ديك الكلمة ديال الله يرحم الوالدين، ديك الكلمة ديال أنكم درتوا خير في واحد الناس، هذاك هو اللي حنايا كيفرحنا وكيزيد يشجعنا باش نأسسوا فروع على المستوى الوطني. دابا حنايا جمعية عندنا فروع على المستوى الجهوي، عندنا فرع بني مطهر وفرع جرادة وفرع بوعرفة وفرع بركان، والآن هذا هو الفرع السادس اللي إن شاء الله غيتأسس في زيو. الإخوان اللي حاضرين معنا غير باش تكونوا على علم أن إن شاء الله زيو عنده شوية الزهر كما نقولوا، مرور بالوصل النهائي إن شاء الله كي غادي ياخذوه الفرع ديال زيو مباشرة إن شاء الله، غادي يكون هنا واحد النشاط في زيو اللي غادي يستافدوا به الأطفال كلهم ديال الناس ديال زيو.